بسم الله. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي هعمل كيس كادوال. يعني ايه كيس كادوال؟ يعني وانا ممكن شغال بعمل سكادوال اكون مضطر ان انا اقعد ادخل بيانات كتيره والبيانات دي متشابهه، فالموضوع محتاج ان انا اسال على نفسي. بمعنى اخر، خلينا نشوف الموضوع عملي. لو انا مثلا بعمل سكادوال للروم، سكادوال عادي للروم، روم، وفي بعض العناصر مفروض انها مشتركة مع كل الغرف. يعني ده هنا مثلا هقول له النيم والنمبر، كل الغرف مثلا اللي اسمها اكس والفينش و سيلينج، كل الغرف اللي لها اسم معين المفروض بتاخد نفس الفينش، تمام؟ فلما اقعد ادخل الموضوع ده مانوال ممكن تحصل فيه مشكلة، فانا عايز اسهل على نفس الموضوع بحيث ان انا اول ما تبقى الغرفه ديت خلاص هو يبدا ياخد نفس الفينيش دوت لكل الغرف. طيب تمام. طيب هاجي هنا من فيو واقول له انا عايز اعمل سكادول، واقول له روم نفس اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، بس المره دي هقول له سكادول كي. تمام. هو هيقول لي انت عايز الكي نيم، عايز تسميه ايه؟ كي نيم ده هنا تضاف هنا تسهل عليا الشغل. يبقى انا عندي هنا ده اسم السكادول اللي هيتعمل وده اسم الكي نيم، هقول له اوكي. تمام. بيقول لي ايه العناصر اللي انت عايز تضيفها؟ انا عايز اضيف العناصر ديت اللي هي خاصه بالفينش. تمام. اوكي. ده عندي هنا الكي نيم، وعندي دي البيس فينش والستيلينج فينش والفلور فينش والوول فينش. اقول له انسيرت داتا، اقول له مثلا الكي نيم هنا هنسميه مثلا باص مثلا. لو احنا اخترنا الباص يبقى الفينش بتاعي مثلا بلاستيك، مثلا سيراميك. تمام. واقدر اختار اكتر، اضيف اكتر من صف، وكل صف فيهم هبدا ادخل معلومات مختلفه. يبقى انا كده سهلت على نفسي. اول ما هختار حاجه معينه هيظبط لي كل القيم وكل الخامات الموجوده. تمام. دي موجوده في الروم بس؟ لا، موجوده في كل الحاجات. تمام. طيب يبقى انا كده ضفت، هروح هنا للروم سكادول وهقول له انا عايز اضيف في الفيلد هنا خانة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده. هتيجي تلاقي روم ستايل ديت اللي هي عبارة عن تمثيل للروم ستايل السكادول اللي هو كيس سكادول. تمام. هقول له اوكي واقول له خليها هنا. تمام. كل ده بنن، مجرد ان انا اخترت هنا رقم 2 هتلاقي الول فينش والسيلينج فينش والبيس فينش اتحدد. اخترت هنا 3 هتلاقيهم خد نفس القيم. اخترت هنا ان ده الباص. تمام. بس روم هيبدا ياخد القيم ديت، فده هيسهل لي عليا الشغل بدل ما اقعد ادخل القيم وتطلع في مشاكل. لا، الكي سكادول هيوفر لك وقت وهيظبط لك شغلك وهيعمل لك حاجه اوستيك. يعني لو عجبك الفيديو لايك شير واشترك في القناه.